شوف بقى سيادتك كده، بما اننا الحمد لله بقالنا دلوقتي، او انا بقالي 6 اسابيع في البيت، غيري بقاله 5، غيري بقاله 4، اتعرفنا برضو غير على عائلتنا، اتعرفنا على جميع انواع المنظفات، جميع انواعها، منظفات حمام، مطابخ، بوتاجاز، اسطح، ارضيات، يعني كل جميع انواع بخاخات، مش بخاخات، كله انواع الفوط، يعني تم التعرف عليها تماما. بس ان انا شغلتي او تبقى دي وظيفتي ان انا ابقى بخاخ، حرام حرام، مش كورنتين وبخاخ الاثنين اوفر. تعالوا بصوا الشغلانه دي، مش هنسلم مش هندوس. طالبين بخاخين. بخاخين بخاخين بالبق ولا بالبخاخة؟ لا، بق بق بق. طب هاي كان عاد أبخ، عاد أبخ كم ساعة؟ الشيفت بتاعك كويس؟ الشيفت ده حضرتك بقى في بريك أو حاجة في النص ولا؟ لا بقى بخ زي أنا ما يعني ما ماشي، بس أنا ما جرب. أنا مش بطلب منكم دلوقتي أداء بروفيشنال، بس بطلب منكم إنه أبقى على الأقل وأنا بوديكم أبقى عارف إنه رايحين هناك هيعرفوا يبخوا، مش هتروحوا لحد هناك وبعد كده يقولوا ما يعرفوش يبخوا اصلا، انت جايب لنا بخاخات بايظه يعني. بس بخ... افرد بقى افرد بالظبط. يا استاذ ده عامل ده، انا كده طمنت عليك. وسع عشان ما تجيش عليك. حس حس زحمه. استاذ وائل كل سنه وانتم طيبين وحضرتك رمضان كريم. الله، احنا كنا بنهزر معاكم. نعم كاميرا خفيه. اسمعني اسمعني، تعالى شوف حد الان. بس فيها فلوس حلوه. انا بخ لا مش مشكله، بخ بخ عادي والله. بخ 5000 اهلنا بخ زي بعض. لا كل سنه وانتم طيبين طبعا. بصوا الكاميرات ورا الازاز ده اصلا، قولوا لهم بقى شغلهم كده، قولوا لهم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وزيعوا زيعوا زيعوا. مش هنسلم مش هندوس. لا بس بصراحة ولا اجدعها بخاخ. عارف المكواجي بتاع زمان كانوا بيسموه مكواجي ايه؟ مكواجي رجل، اللي هو كان مكواجي رجل اللي هو كان بيعمل البتاع. لا انا حتى ما بعرفش اعملها. نظبط نيكست.